قول عمل شي مو منيح. ما في وقت كتير، كيف بدي خليها تطلع؟ الشرطة رح تجي بأي لحظة. عم اسألك. شو صار؟ جانيل؟ جانيل؟ بطني عم يجاني. عود ارتاح، يلا عود. ما بدي، أنا عم بتوجع كتير. تيجي رح جيب لك دواء. ما بدي دواء، تيجي اعملي لي شي سخن. ايه؟ ايه يلا رح اعمل لك شاي أعشاب. هي سبب كل المشاكل. هير ليكي لا تفقدي الأمل، انت وكولديب مستحيل انكم تفترقوا عن بعض. اشربي يلا ما لازم خليه بالبيت، لازم كبه بشي مكان. جيت انت وان كنت كل النهار، ليش تيابك منضاف؟ هير حياتها بخطر هلأ. ما بقدر إلا لهير الحقيقة، الهدف ما كان كولديب، هير كانت هدف الرصاصة، بس إذا بحكي رح تصير مشاكل. جيت عم بتخبي شي عني؟ لا هير، كنت عم حاول إجي على الحفلة بسرعة وصار معي حادث صغير. أنا ما صار لي شي، بس تيابي اللي توسخت، بس هيك. تفضل حضرة المحقق. فيك تقولينا من وين طلع القواس؟ ما بقدر حدد من وين طلع بشكل دقيق لأنه كان في عتمة، بس بظن من الصوت إنه طلع من الطابق الفوقاني. نقدر نطلع؟ أكيد، تفضلوا يلا. تفضلوا من هون. يلا. جانيل هذا المحقق، تفضلوا. اللي حضرتك بتعرف شو وضعه لكولديب؟ بتعرف وينه؟ ما قدرتوا تستنوا لبكرة الصبح لحتى تبلشوا تحقيق؟ آسف سيد أطوال، بس أنا ما كنت حابب أعطي المجرم الفرصة ليخفي الأدلة. مو مشكلة، بتقدر إنه تعمل شغلك حضرة المحقق. ما
سيد أطوال، خبرنا أنت شاكك بحدا شيء؟ جاني، المحقق عم يسألك. نحن في عنا أشغال كتير وعنا أعداء كتار كمان، بس بدي منك تتذكر شغلة واحدة، إذا ما بتقدر تلاقي المجرم بسرعة وقتها أنت رح تخسر شغلك ومستقبلك. سيدي في ريحة غريبة هون. سيد أطوال، أنت عم تعرق بشكل غريب، لو سمحتي شغلي له المروحة، خليه بورد شوي. لازم تفتشوا منيح. حاضر. انت وياه تنزلوا على الطابق التحتاني. امرك سيدي. وانت بتروح على هذيك الغرفة. ما بتتركوا مكان ما بتفتشوا. منيح انه وقع على السجادة وما طلع صوت، وإلا كنت هلا بموقف صعب. انتبهوا كتير مني. حاضر. عم تفهموا علي؟ طبعا سيدي. ما بدي أخطاء. حضرة المحقق، انت كان بدك تفتش البيت، بس هلأ الوقت ما نو مناسب، لأنه هلأ أنا لازم أكون موجود مع أخي بالمشفى. إذا أي شيء بيصير عليه ما رح أقدر سامح حالي بالمرة، لهيك أجل التفتيش لبكرة الصبح. سيد أطوال، القواص طلع من جوا البيت، وانت بتعرف أنه من واجبنا نسكر المنطقة. بتقدروا تسكروا المنطقة كلها، وبتقدروا تكملوا التحقيق بكرة لو سمحت حضرة المحقق. إذا بتريد، رجاءً. ماشي.